مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 5 Lesson 2 اليونت الخامس الدرس الثاني عنوان الدرس Our World عالمنا. بالفقرة الأولى شو يقول لي؟ يقول لي Ask and answer the questions. اسأل وأجب عن هذه الأسئلة. إيش أسأل؟ إيش أجاوب؟ نانا لازم ننتبه. أول شيء منطيني خريطة العالم. بالخريطة العالم منطيني عدة قارات، مثلا قارة يوروب أوروبا، قارة نورث أمريكا أمريكا الشمالية، ساوث أمريكا أمريكا الجنوبية، أفريقيا أفريقيا، أيجا آسيا إلى آخره. وكل قارة منطيني الدول أو البلدان اللي موجودة بها، وكاتب لي فوق اسأل وأجب على هاي الأسئلة. زين شنو اللي أسأله وشنو اللي أجاوب عليه؟ بالبداية هو منطيني طلاب اثنين أو نشاط صفي بين طلاب اثنين. الطالب الأول يسأل الطالب الآخر هل ذهبت إلى هذا البلد؟ هل ذهبت إلى هذا البلد؟ شلون أسأل وشلون أجاوب؟ لازم أعرف طريقة السؤال والجواب عن شخص معين، هل ذهب إلى هذا البلد أو لم يذهب؟ فهو منطيني بالبداية مقدمة وراح ناخذ الملاحظات القواعدية على مود نعرف شلون نسأل وشلون نجاوب. يقول لي Have you ever been to Spain؟ هل ذهبت إلى إسبانيا؟ Have you ever been to Italy؟ هل ذهبت إلى إيطاليا؟ فنلاحظ ان الشخص الاخر او الطالب الاخر يقول له يس اي هاف، نعم لقد ذهبت، او نو اي هافنت، كلا لم اذهب. اذا هاي مجرد نشاط صفي، الاستاذ يختار طلاب اثنين او هو يسال الطلاب، يسال الطالب طالب يقول له هاف يو ايفر بين انديا، هل ذهبت الى الهند، هاف يو ايفر بين تو تركي، هل ذهبت الى تركيا الى اخره. او يختار طلاب اثنين قدام الصف، طالب يسال وطالب يجاوب. لكن الان الاهم من هذا اني لازم اعرف انا شلون اسال الطريقه الصحيحه للسؤال، السؤال القصير. شنو هو السؤال القصير؟ طرقنا له قبل دقيقه، لما اريد اسال شخص هل ذهب ام لم يذهب، السؤال القصير هو السؤال اللي تكون اجابته اما بيس او نو. فلاحظنا قال له هل ذهبت الى ايطاليا؟ قال له يس اي هاف. هل ذهبت الى اسبانيا؟ نو اي هافنت، وهكذا. اذا السؤال القصير هو السؤال اللي يكون اجابه عنه اما بيس او نو. زين انا شنو هو الطريقه او القاعده اللي امشي عليها على مود اكون سؤال قصير، وشنو هو القاعده اللي راح اكونها بجواب قصير؟ يعني انا شلون اسال سؤال قصير يكون سؤال مضبوط وخالي من الاخطاء؟ فتكون كالتالي، القاعده اللي راح نمشي عليها كالتالي. اقول له هاف يو ايفر، هذه ثابته، هاف يو ايفر زائدا بين زائدا تو اسم البلد. يعني ما فهمت استاذ شلون مثلا؟ قال لي هاف يو ايفر بين تو ايطاليا؟ هل ذهبت الى ايطاليا؟ هاف يو ايفر بين تو انجلاند؟ هل ذهبت الى انجلترا؟ هذا السؤال او الطريقه اللي راح اتبعها بالسؤال. زين اذا اريد اجاوب عن هذا السؤال شلون يكون جوابي؟ الجواب لازم يكون قصير اما بيس او نو مثل ما اخذنا، لكن بيكون كامل. أما تقول yes I have، نعم لقد ذهبت، أو no I haven't، كلا لم أذهب. إذن هنا أنا هذا السؤال والجواب اللي الطلاب راح يتبعوها على مود يسألون هاي الأسئلة، فيطلعون الخريطة على مود الأستاذ سألهم، يطلعون الخريطة. مثلا أسأل زميلي أقول له have you ever been to باكستان؟ هل ذهبت إلى باكستان؟ Have you ever been to China؟ هل ذهبت إلى China؟ India؟ الهند؟ زميلي شو يجاوبني؟ يجاوبني يوم ما يقول لي Yes I have أو No I haven't، نعم لقد ذهبت أو كلا لم أذهب. إذا هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحضير والامتحان الشفوي، كتحضير يومي الأستاذ يعمل لك نشاط صفي كتحضير يومي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. لكن انتبهوا على هذه، انتبهوا على هذه القاعدتين، لازم تعرف شلون تسأل سؤال قصير وشلون تجاوب عن هذا السؤال. شلون تجيني استاذ بالامتحان؟ تجيني مثل ما بهاي الامثله. شوف هنا انا شو يقول لي؟ يقول لي Have you ever been to Italy؟ هل ذهبت الى ايطاليا؟ شوف ايش قايل لي بالمنطوق، قال لي جاوبني، انسر، جاوب عن هذا السؤال باستخدام يس. انت مو فقط بالامتحان تكتب له يس، ما راح ينطيك درجه كامله، لازم تجاوب جواب كامل، تقول يس اي هاف. جاوب سؤال آخر مثال آخر، Have you ever been to France؟ هل ذهبت إلى فرنسا؟ هنا أنا قال لي جاوبني بنو، أقول له No
I haven't. كلا لم أذهب. وهكذا. إذن مجرد المدرب يجاوب على سؤال قصير باستخدام yes or no بشرط أن تكون إجابتك كاملة. صيغة أخرى بالامتحان قال لي have you ever been to Oman؟ هل ذهبت إلى عمان؟ جاوبني. شوف أنا إيش قايل لي؟ قال لي أنا بدك تجاوبني بس بنو وكمل لي إياها. No I haven't. كلا لم أذهب. وهكذا. هنا أنا جاوبني ب yes. قال لي have you ever been to Africa؟ هل ذهبت إلى أفريقيا؟ جاوبني ب yes. أقول له yes I have. وهكذا. هاي الصيغة اللي ممكن تجيك في الامتحان عن هذا الموضوع. موضوع جدا بسيط، مجرد أعرف أجاوب السؤال القصير أما ب yes I have أو no I haven't. طبعا هذا مقدمة لموضوع آخر إن شاء الله ناخذه في الدروس القادمة، إنه أنا لما مثلا قلت له yes I have، نعم لقد ذهبت إلى إسبانيا، لازم كذلك أعرف شنو هاي الجملة اللي تجي بعدها. راح نجي نعرف ان الجمله اللي تجي بعدها لازم تكون بالماضي البسيط، ان شاء الله نوضحها بالدروس القادمه. وراها منطيني ملاحظه، شو يقول لي؟ يقول لي ليث هاز جون تو لندن وليث هاز بين تو لندن. شوف هنا ليث ذهب الى لندن، ليث ذهب الى لندن، اثنيناتهم الجون والبين معناهن ذهب، لكن شنو الفرق بيناتهم؟ يقول لي بالجمله الاولى اللي هي جون Leith is in London now. Leith معناها موجود الآن في لندن. بينما بالبين الجملة الثانية Leith is now back home. Leith الآن عائد للبيت. إذن الجون أقدر أستخرج ملاحظة إن الجون معناها ذهب ولم يعد بعد ما راجع، والبين ذهب وعاد. اثنيناتهم معناها ذهب. لكن لما استخدم جون معناها راح وبعد ما راجع، ولما استخدم بين معناها راح ورجع للبيت. هذا مجرد ملاحظة بسيطة يوضحها الأستاذ الداخل الصف في مثالين الموضحات في كتاب الطالب على يجب التمييز بين جون وبين. لازم أميز بين جون وبين. الكلمتين معناها ذهب، ولكن جون التي في الجملة الأولى تعني أنه ذهب إلى المكان المعين ولا زال فيه، أما بين معناها في الجملة الثانية معناها أن ذهب إلى المكان وعاد مسبقا. هذا مجرد ملاحظة تفيد أثناء الشرح أو أثناء شرح الأستاذ للموضوع. إذا سألكم عن هذه المعلومة أنت تقدر تجاوبها كتحضير يومي. وراها شو يقول لي؟ تمرين رقم واحد يقول لي you have two minutes، لديك دقيقتين. How many countries can you think of؟ كم عدد البلدان التي يمكنك أن تفكر فيها؟ شوف أنا شو منطيني. منطيني ميدل إيست. قال لك أريد بلدان بالميدل إيست. ميدل إيست معناها بالشرق الأوسط. تقدر تنطيني بلدان موجودة بالشرق الأوسط خلال دقيقتين؟ مثلاً أقول له إيراك، العراق، إيجبت، مصر، إميريتس، الإمارات، إلى آخره. أقدر أطي عدة بلدان موجودة بالشرق الأوسط. قال لك زين بأفريقيا، تقدر تنطيني بلدان من أفريقيا؟ نعم، مثلاً أقول له كاميرون، دولة الكاميرون، مثلاً نيجيريا، بعد غانا، إلى آخره. أعدد البلدان اللي موجودة اللي أعرفها موجودات في أفريقيا. نورث أمريكا، أمريكا الشمالية، مثلاً أقول له كندا، مكسيكو، المكسيك، إلى آخره. أعدد البلدان اللي موجودة أمريكا الشمالية أو United States of America، الولايات المتحدة الأمريكية. ساوث أمريكا، أمريكا الجنوبية، مثلاً أقول له برازيل، البرازيل، بيرو، كولومبيا، الكولومبيا، إلى آخره. أعدد لك ذلك البلدان اللي أعرفهم بأمريكا الجنوبية. بأوروبا مثلاً أقول له إيطالي، إيطاليا، سبين، إسبانيا، برتغال، إلى آخره. وبأيجا، بآسيا، بقارة آسيا، شنو البلدان اللي تعرفها؟ مثلاً تشاينا، الصين، جابان، اليابان، إلى آخره. أعدد لك ذلك البلدان اللي موجودة بآسيا. هذا مجرد نشاط صفي يقول لك عدد لي البلدان اللي تعرف من كل بلد من يا قارة حسب القارات اللي أنا منطيك إياها. وراها بتمرين رقم ثلاثة يقول لي play a chain game، العب لعبة السلسلة. شنو الفكرة من عندها؟ مثلا واحد من الطلاب يقول I've been to Australia، ذهبت إلى أستراليا. أستراليا بيا حرف بدأت حرف الأي. طالب آخر يرد علي يقول I've been to Australia and Bangladesh، ذهبت إلى أستراليا وبنغلاديش. كلمة بحرف الأي وبحرف البي. وطالب ثالث يقول لهم I've been to Australia and Bangladesh and Cameroon، انطهم كلمة بحرف الأي والبي والسي. وهكذا يقول لك تقدر تكمل هاي السلسلة، تنطيها تنطينا بلد بحرف البي،
اي اف الى اخره، بشرط ان تكون التسلسل مال هذه البلدان صحيح. هذا مجرد اشياء صفي غير مهم للامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. اللي بعدها ask and answer، اسال واجب. write 5 things you and your partner have both done، اكتب 5 اشياء فعلتها انت وزميلك كلاكما. write 5 things and you and your partner have never done، ثم اكتب 5 اشياء انت وزميلك لم تفعلوها قط. ننتبه ويا طلاب، شوف انا اقول لك we have both، منطيني جدول كلانا انا وزميلي سوينا الاشياء التاليه، قال لك اعطيني 5 شغلات. مثلا اقول له طبعا احنا ما نقول لي هذا، انا لازم الفعل تصريف ثالث. فشوف انا قبل اعطيني مثال، قال لي ردنا كامل، كلانا ركبنا جمل او على جمل، كلانا على سبيل المثال ايتن سوشي، كلانا اكل اكله السوشي. وي هاف بوث تيكن فوتوغرافز، كلانا اخذنا صور فوتوغرافيه. We have both been to Turkey، كلانا ذهبنا إلى تركيا إلى آخره. ذني 5 شغلات تكتبهن أنت وزميلك مسويهن. قال لك زين شنو الشغلات اللي أبدا ما مسويها أنت وزميلك؟ أنا مثلا قال لك إحنا ما رايحين السامرة. We have never been to Canada، لم نذهب كلانا إلى كندا، وهكذا. يكتب 5 أشياء كذلك الطلاب اللي ما مسويها بحياته. هذا مجرد كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. لحد الآن الأنشطة الصفية كلها ما عدا مثل ما وضحنا أنه هذه مهمة، هذه طريقة السؤال القصير والجواب القصير. Yes I have or no I haven't، عرفنا شلون تجيب الامتحان شلون تجاوب عنها. ننتقل إلى التمرين الأخير. يقول لي Which country do you want to visit؟ Say why، ما البلد الذي ترغب بزيارته؟ قل لماذا. بالبداية I've never been to، أنا لم أذهب أبدا لي، على سبيل المثال France، أنا أبداً لم أذهب إلى فرنسا. I want to visit، أنا أريد أن أزور. I want to visit France، أريد أن أزور فرنسا. ليش؟ Because، لأنها، على سبيل المثال I like Eiffel، على سبيل المثال tower، أحب برج إيفل، هذا شو أروح أشوف برج إيفل. هذا مجرد يعطيني سبب ليش الشخص هذا يريد يزور هذا البلد حسب المكان المشهور مالته أو ما إلى ذلك، مجرد يوضح السبب. هذا كذلك همنا غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. لاحظنا أنه درس اليوم درس بسيط جدا، مجرد أخذنا ملاحظة بسيطة اللي هو السؤال القصير والإجابة عنه، ولاحظنا أنه باقي الأنشطة أنشطة صفية غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف.